يعتبر خاتم الخطوبة تقليداً قديماً يعود إلى العصور القديمة، وقد كان سبب استخدامه نتيجة لفترة الانتظار الطويلة بين مرحلتي الخطوبة والزواج، حيث يتم تقديمه من قبل الشاب كوعد منه للزواج والارتباط. المصريون القدماء الفراعنة هم أول من استخدم خاتم الخطبة، حيث كان يستخدم كدليل رسمي على الاتفاق للزواج بين الشريكين. وكان خاتم الخطبة في ذلك الوقت عبارة عن حلقة دائرية يتم صنعها من القصب على شكل ضفائر. وقد كان المصريين يرتدونه في الإصبع الرابع من اليد اليسرى، أما الشكل الدائري فقد كانت له دلالات لديهم، فالدائرة شكل هندسي لا بداية لها أو نهاية، مما يرمز إلى الحب الأبدي الذي لا ينتهي. استخدم الرومان أيضاً عادة إهداء خاتم الخطبة، حيث يرمز خاتم الخطبة لديهم على اتفاق قانوني للزواج، ويتم إهداء الخاتم إلى العروس خلال حفلة الخطبة التي يحضرها عائلتي العريسين. كان الرومان القدماء يرتدون خاتم الخطبة أو الزواج على الإصبع الرابع من اليد اليسرى، حيث كان لهذا التقليد لديهم طابعاً رومانسياً، فقد كانوا يعتقدون أن هذا الإصبع له وريد يمتد مباشرة إلى القلب، وكانوا يطلقون عليه اسم وريد الحب. لذلك يجب على المتزوجين ارتداء الخاتم الذي يرمز إلى حبهم وتفانيهم في الإصبع الذي يحتوي على وريد الحب. وعلى الرغم من عدم صحة هذا الكلام علمياً، إلا أن تقليد ارتداء خاتم الخطبة والزواج على الإصبع الرابع من اليد اليسرى ما زال متبعاً في بعض البلدان، كما أنه يوجد العديد من الدول حول العالم ومنها الدول العربية التي تتبع تقليد ارتداء خاتم الخطبة في الإصبع الرابع من اليد اليمنى، ومن ثم يقومون بنقله إلى اليد اليسرى بعد الزواج.